عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وكما وعدتكم في الفيديو السابق غادي نشارك معكم هذا المحل الرائع اللي اكيد الناس ديال وجده راه غنيه على التعريف، والناس اللي ما كيعرفوش عملت لكم هذا الفيديو خصيصا انك تعرفوا على هذا المحل. عنده حويجات غزالين وما شاء الله السي صابر، حتى التعامل ديالو روعه البنات. انا كل ما كنمشي لوجده ضروري ما ندوز على هذا المحل، كنعرف راسي بلي غادي نلقى شي حاجه اللي جديده دائما، يعني عنده شي حاجه اللي جديده وحوايج اللي كيكونوا رائعين. المهم ما غاديش نطول عليكم في الهضره، غادي نخليكم تكتشفوا معايا الجديد، وفي اخر الفيديو غادي نشارك معكم المشتريات اللي خديتهم. وكنبغي نقول لكم البنات استغلوا الفرصه هاد الوقيته هادي، خذوا الحوايج ديال الحلويات من دابا، ما تستناوش حتى الاواخر ديال رمضان كيكون الضغط وبزاف ديال الحوايج اللي ما كتلقاوهمش.
غنشارك معكم المشتريات اللي خديتهم. اول شيء هاد لي دونتيل هادو اللي كيجيو مع الحلويات كتزينوا بهم الحلوى، وكذلك حتى لي بونبون ولا كيجيو غزالين كتحطوهم فوق الكويطات. كيف ما كتشوف معايا خديت اشكال مختلفه كيحمقوا بحال هادو، كيكونوا في الدوغي ملي كتقلبوهم تقدروا تستعملوهم حتى على لارجونتي، كيجيو غزالين. هادو هما الاشكال انا اللي عجبوني، وكانوا عنده اشكال مختلفه والوان كذلك مختلفه. وخديت كذلك هاد التشكيلات هادو اللي كيزينوا بهم التمور والحلويات، راه ما شاء الله عليه، يعني يعطيكم حتى افكار. كاين شي حوايج اللي ما كتكونوش عارفينهم غير كتشوفوهم بالصدفه، ومين كتسولوا يعني عنده شي صور كيفاش كتستعملوهم كيفاش كيجيو. بصراحه حمقوني كيفاش كيجيو على الصابلي وكذلك على التمور، كيجيو غزالين. وهاد الديكور هذا البنات راه كيتكال اكيد البنات فاش غادي نستعملو. غادي نشارك معكم طريقة الاستعمال ديالو وكيفاش كيجي سواء في الصابلي ولا فوق التمر. غادي نشارك معكم اي حاجة غادي نستعملها. وهنايا البنات هاد الورود هادو بصراحة كيجيو رائعين، لا سواء فوق المملحات ولا كذلك الحلويات كيجيو رائعين. وهاد الدوغي جبت منه حتى هو كيجي غزال حتى هو في اي حاجة سواء لي كاتو ولا المملحات. هاد لي فورم هادو البنات ديال الشوكولا اللي حمقوني بزاف، الشكيلات ديالهم غزالين وكيجيو رائعين حتى هما. شفتهم عنده كيفاش كيخرجوا غزالين البنات. كيف ما كتشوف معايا كاينين اللي فيهم رمضان مبارك، عمره مباركه، وكذلك كاينين حتى عيد سعيد، يعني شي حاجه اللي زوينه وجديده عجبتني. وخديت هاد الفورم هذا ديال السيليكون حمقوني، كيجيو بحال ديميني شوكولا بهاد الشكيلات هادو. كانوا عنده اشكال مختلفه كيف ما شفتوا معايا في الجوله، ولكن عجبني هاد الشكيل هذا غزال. وخديت هذا الفورم حتى هو ديال السيليكون ديال المربعات هادو، عندي في الصراحه منه زدت واحد كانت تغلب بعض المرات من كنصاوب كميه كثيره. هادو يا البنات كيحمقوا كيف ما كتشوفوا معايا، فيهم جميع الاشكال. والاخر شكيل ديالهم جايين ظريفين جايين صغيرين، تقدروا تستعملوهم في الصابلي وكذلك حتى في عجينه السكر، كيجيو رائعين. وخديت كذلك هاد اللي كيورقوا عليها الصابلي، هذه كيخرج فيها الصابلي غزال البنات. عيت ما نقلب عليها في هولندا ما لقيتهاش، وتفكرت هاد المره جبتها معايا من المغرب. وهاد ليمول هادو كيجيو غزالين، فيهم ليميني كيك، هذا على شكل ورده وهذا على شكل مول عجيب، كيجي رائع البنات. هذا عندي منه زدت، وضروري ككل مره كنمشي فيها ما نجيب الورقه ديال الجيلاتين لان تما كيكونوا حلال، هنايا واخا موجودين كتخاف منهم. وخديت كذلك الشوكولا البيضاء، كتحمقني يا البنات الشوكولا ديال المغرب، واخا ماشي هي شوكولا 100% ولكن الشوكولا ديال هنايا كتكون شويه صفراء، وكذلك حتى المذاق ديالها كيكون غالب عليه المذاق ديال الحليب. هاد الكويطات حتى هما اللي كيكونوا متقوين من الجناب ما كنلقاهمش هنايا في هولندا، خديت منهم. وخديت كذلك هاد التوابل ديال البطبوط البنات، كل شيء كيشكر فيهم، شفت بزاف ديال الناس اللي كيستعملوهم، فيه البصل وفيه العطريه، غير من ريحته كيشهي، باقي ما استعملتوش وانا غادي نستعملو حتى هو، غادي نشاركو معاكم. ما شاء الله عنده توابل كثار اللي كيبيعهم تما، عجبوني في الصراحه، ديال البسطيله ديال بزاف ديال الوصفات ديالنا المغربيه. في الصراحه ما خديتش لان كان عندي الثقل بزاف، وكانت اختي محضره لي التوابل اللي جبتهم معايا، مره اخرى ان شاء الله غادي نجربهم حتى هما. كانوا هادو هما المشتريات اللي خديتهم المحل ديال صابر لوازم الحلويات. ما شاء الله كيف ما شفتوا معايا راه عنده كل شيء، وحتى الحوايج، يعني الا كنتوا باغيين شي حاجه ولا شفتوها في سواء في انستغرام ولا غير تصوروا كتوريو، ولا راه بعض المرات كتدخلوا للمحل وما كتبان لكمش ديك الحاجه، من كتوريوها له كيجبدها لكم، راه ما شاء الله كل شيء كاين عنده. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تنال اعجابكم وتكونوا تعرفتوا على هاد المحل هذا.
جاوني بزاف ديال التساؤلات من كناخد الحوايج ديال الحلويات وصيرتوا هاد لي دونتيل اللي كنت استخدمتهم لأمل اللي داز في الحلويات ومنهم حتى صحباتي اللي ما كيعرفوش هاد المحل واخا بنات وجدة. هنا كان هذا هو لادريس ديالو والفيسبوك ديالو MBC صابر. تدخلوا عنده غادي تستفدوا بزاف ديال الحوايج وتعرفوا على جديد لوازم الحلويات. وبالنسبة للمحل راه يتواجد البنات في باب سيدي عبد الوهاب فندق بولويز، راه باين وواضح البنات، حتى الا ما عرفتوش تقدروا تسولوا اي محل تما فمين كتدخلوا الباب الكبيره ديال باب سيدي عبد الوهاب شي واحد اللي كاي من دوك المحلات غادي ينعت لكم فين جاي بالضبط. اتمنى ان هاد لا فيديو هادي تنال اعجابكم وما تنسونيش باللايك ديالكم الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.